بنبقى عباقرة قوي، بنبقى محزلقين قوي، بنختار كلام يعني صعب، ونقعد يعني يدوروا على كلام وندين ونستنكر ونشجب ومش عاجبنا طب وبعدين ولا حاجة. الإسرائيلي بيعمل اللي هو عايزه، وانت متآمر ومتعاون معاه، وانت خاين ليه؟ لأنك في الأصل حرامي سجاد، ده وزير الخارجية. بس شتان بقى ما بين ده اللي بيقول نحن ندين، احنا يا جماعة عيب بقى، احنا بندين. طب ما انت بتديهم سلع وبتديهم دعم سياسي، قول لهم ايضهم، هي السياسه كده فيها كده والله. بس احنا عملاء جدا زي ما الناس او ناس بتقول على السوشيال ميديا، وزي ما بيقول لك احنا بنؤمر الجيش المصري، رئيس الاستخبارات العسكريه الاسرائيليه اللي ما حدش رد عليه من مصر ولا الاردن لحد الان. بينما تركيا بتوقف تعاملاتها التجاريه بالكامل مع اسرائيل. الناس كلت وشهم في البدايه، وطلع قرار من الدولة ومن رأس الدولة وقال لك بس مفيش تعامل تاني مع إسرائيل، صح ولا مش صح؟ فاكرين مصر لما جنوب أفريقيا حرجت الناس كلها وقالت احنا هنعمل دعوة في الجنايات الدولية علشان ندين إسرائيل، عملنا ايه؟ طلعنا كمان قلنا على فكرة احنا هنشارك، احنا جامدين جدا، احنا اول طلعة جوية فتحت باب الحرية، ومصر هي اول نور في الدنيا شق ظلام الليل، خلاص واعلنا وقلنا هنشارك مع جنوب افريقيا. ليبيا قالت وشاركت، تركيا قالت وشاركت، اعتقد الكويت قالت وشاركت. اما بالنسبه لمصر فرئيس وفد جنوب افريقيا قال للدنيا كلها واعلن مصر لم تتواصل اصلا مع جنوب افريقيا للانضمام للدعوه ضد الاحتلال. وهيئه البث الاسرائيليه جابت لك الخبر اليقين وقالت لك مصر اصلا تراجعت عن الانضمام الى دعوه جنوب افريقيا ضد اسرائيل. ليه؟ عشان الامر جاء من نتنياهو. هتقول لي انت متحامل على مصر. ما ينفعش كده. هقول لك العينه بينه. مش بيقولوا كده الناس ولاد البلد؟ العينه بينه. هو انت يعني شايف المظاهرات تعم ارجاء البلاد؟ هو انت يعني شايف الحكومة قلبها واجعها والاعلاميين في مصر بيتكلموا عن غزة ازاي؟ ما انت شايف وفاهم. ده الشرطة يا راجل، شفنا الفيديو بعينينا، 7 8 ولا 10 طلعوا يقفوا على الكوبري رافعين علم فلسطين وعلم لبنان، قبضوا عليهم والله العظيم، قبضوا عليهم.